بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا راح يكون كيف أعمل أسئلة امتحان للطلبة أو اختبارية عبر الكلاس روم. تابع معي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ندخل هنا على الكلاس روم تبعنا، طبعا لازم يكون على الجيميل تبعك. مثلا نختار في الصف معين وليكن، خلينا ناخذ هذا الصف. نجي على الواجب الدراسي، بعدين ننقر إنشاء وتختار أفضل شيء اللي هي مهمة الاختبار. هي نفس الشيء، توجيه الأسئلة شوية صعبة، فمهمة الاختبار هي تجهز لك كل شيء. ننقر عليها، ننتظر، شوف راح تجهز لك النموذج. نختار هنا مثلا، خلينا نقول أسئلة خاصة بالامتحان. مثلا نقول أسئلة امتحان مادة مثلا، وليكن خلينا نكتب الرياضيات شارحة. كيفك انت تكتب عاد الفصل الأول أو الشهر الأول أو كيفك انت براحتك، ايش تريد تكتب اكتب هنا، ما تريد تكتب اكتب هنا. تعليمات يعني تقدر تكتب انه هي مادة، خلينا نكتب مثلا امتحان الشهر الأول. اوكي، هاي اشيلها من هنا تولي. تمام، أسئلة امتحان مادة الرياضيات. اوكي، ايش الفصل الأول مثلا؟ تجي هنا تحدد الصف، احنا حددناه. كل الطلبة تريدهم لو قسم من عندهم، كيفك انت كل الطلبة ايش قد مثلا من 25، تحدد النقاط درجة. فهنا مثلا تخلي التاريخ مثلا الساعة 9 يكون موعد التسليم. الموضوع هنا انشاء موضوع جديد هنا، هاي المهمة جدا. ليش؟ تاخذ نفس العنوان هذا حتى يظهر على من؟ يظهر هذا الموضوع يم الطالب. اوكي، بعدين نروح وين؟ على النموذج، ننقر عليه. تمام، هنا عاد نجي هنا نكتب مثلا أسئلة نفس العنوان، أسئلة امتحان مادة الرياضيات. الوصف مثلا الشهر الأول أو الفصل الأول. هناك ايش كتبنا احنا؟ هناك كتبنا امتحان الشهر الأول، الشهر الأول. اوكي، نجي هنا أول شيء انت طبعا الأسئلة من تجي للطالب أول ما يكتب شيء يكتب اسم الرباعي. طبعا هنا تحدد تقول له الاسم الرباعي. الاسم الرباعي تختار هنا منها خيارات، طبعا هاي حنيجي وحدة عليها فقرة فقرة. إجابة قصيرة، طبعا الإجابة القصيرة يكتب اسم الرباعي خلاص. كل ما عليك انه تختار من هنا وتكتب التحقق من صحة الرد. فهنا ما تختار رقم، نختار نص، فيكتب النص ضروري، إذا رقم لا غلط. هاي وتخليه مطلوب، يعني لازم يكون مطلوب. ومفتاح الإجابة من هنا تختاره، ليس هناك نقاط، نعم تخليه زيرو ماكو مشكلة، انتهى. تمام، بعد شنو مطلوب من عنده؟ الرقم الامتحاني. الرقم الامتحاني من أريد أضيف سؤال منه، يعني أيضا سؤال، أضيف سؤال، أنقر على هاي العلامة الزائد، أضيف سؤال. نكتب هنا أقول له الرقم الامتحاني، الرقم الامتحاني مالته، أو العفو الرقم الجامعي أو الرقم الجلوس أو أي شيء رقم خاص له. إجابة قصيرة أوكي ماكو مشكلة. هنا يكون رقم، أوكي رقما لازم يكون رقما، ويكون رقما طبعا تحدده أنت، تحديد أكبر أو يساوي، أصغر أو يساوي، أو إلى آخره. أكبر من أو يساوي، خلينا نقول أكبر من أو يساوي. مثلا أنتم تعرفون أنه كل جامعة أو كل كلية أو كل قسم إلها رقم محدد من، مثلا وليكن أكبر من أو يساوي مثلا ألف فما فوق. فالطالب إذا كتب غير رقم أقل من هذا يكون خطأ. هاي أوكي، مفتاح الإجابة هي صفر ماكو داعي. وهنا أنا أقول له مطلوب أريدها. أوكي، فهنا أنا راح أسوي سكشنات. هذا السكشن الأول تمام، من أريد أسوي سكشن آخر هنا أنا قسم، يعني قسم آخر
أنقر عليه مثلا هذا القسم الثاني. فهنا المتابعة للقسم التالي يعني يصير كالآتي هيك. شوف لاحظ الطالب راح يجي هيك أسئلة امتحانه يملي كذا ما يحول إذا ما يملي، فهي هاي مهمة جدا. فإحنا راح نخلي سكشنات، فهنا تكتب اختر الإجابة الصحيحة مثلا، بعدين نضيف سؤال، السؤال هو بعدة أفراد طبعا ويجاوبه مثلا 5 أو 4 زائد 3. هنا تريد عاد نجي هنا الفقرات تريد يجاوب إجابة، فقرة إذا طويلة، سؤال طويل، خيارات متعددة إذا مربع اختيارات أو قائمة مستدلة. فأنت عندك ذني فقط، أما البقية ترى مو مهمة. فأنت عندك مثلا خلينا نقول خيارات متعددة، نخليها الخيار الأول مثلا يكون 7 مثلا، إضافة ذلك الخيار الثاني 4 إضافة الخيار الثالث 7 9 مثلا مثلا هيك، وأكتب هنا أنا أقول له مطلوب ومفتاح الإجابة عاد أنت تحددها إيش قد تنطي على هاي مثلا. مثلا خلينا نقول نقطتين، إيش قد تنطي الإجابة الصحيحة؟ هي 7، تقول له تم. بعدين وراها من حددته عاد هنا أنا أكو فقرة مهمة حتى ما يصير غش بين الطلبة، أنه تخلي هنا ترتيب الخيارات عشوائية. شنو نقصد بها؟ نقصد بها أنه كل طالب يختلف، ما يجي بالتسلسل لأنه أول وحدة 7 و4، لا يختلف، يعني يصير طريقة عشوائية. هاي أفضل شيء للطرق الغش، وهسه راح أوضحها نهاية الدرس. زين شلون نسيطر على الطلاب من الغش؟ هاي وحدة. تقدر تضيف سؤال آخر يعني فرع أو 15، يعني هاي أسئلة عامة يعني أنت كيفك، بعد أنت حسب الأستاذ اللي يخليها. هنا وليكن خلي مربع اختيارات، شوف المربع اختيارات شو يكون. مثلا هنا نخلي 7، هنا 5، هنا 8، يصير مربع خيار. فهنا نفتح الإجابة نخلي نقطتين، ومثلا الإجابة هي 35، طبعا ماكو فد لحظة خطأنا، هنا مثلا 36، أوكي مفتاح الإجابة اللي هي 36، وطينا نقطتين نقول له تم تمام، وتقول له مطلوب مطلوب أوكي. ها هي هذا خلينا نقول السؤال الأول. ضيف سكشن آخر يعني سؤال آخر ونكتب عليه مثلا صح أو خطأ. مثلا السؤال نضيف سؤال مثلا هل من كتبت هل راح تطلع لك هي الفقرة نعم أو لا، الناتج العدد 5 زائد 4 يساوي 9. عاد أنت تختار هنا إضافة نعم وعندك لا، فهو يختار نعم أو لا. فعاد نكتب هنا مفتاح الإجابة 5 زائد 4 9 نعم، تقول له نعم وتنطي فد مثلا كيفك، أنت تحدد نقطة نقطتين كيفك، صح تم، وتقول له مطلوب. هاي هيك. وأيضا تقدر تضيف سكشن آخر، وأيضا تقدر تضيف سؤال آخر، من كملت هذا تضيف سؤال آخر وهكذا. ممكن هنا أنا أضيف سؤال آخر مثلا فد صورة بيانية، حدد مثلا حدد الأرقام الصحيحة من خلال الصورة، مثلا من خلال الصورة أو الملف أو إلى آخره. فهنا نقدر نسوي مثلا هنا فعاد تضيف السؤال مثلا أخليه فقرة يكتب عنها، واكتب اقول له اكتب وصف لهذه مثلا الصورة او الارقام الصحيحة المبينة لها
فهنا أنا وعاد أقدر أضيف صورة، صور من الملف مالتي أو إلى آخره، أو تحملها من هنا تحميل، تنطي تحمل معين، أو كصورة من أنت خازنها بالدرايف مالتك، يقول له إدراج، فيطلع لك هاي الصورة، فعاد يكتب الوصف لهذه الصورة. مثلا تقدر تضيف فيديو، فيديو من هنا، فعاد النموذج أصبح جاهز بالكامل. هسه أريد أمنع الغش بين الطلبة، كيف أمنعهم؟ روح على إعدادات مالته، هنا راح نضبط الإعدادات، لأن كلش مهمة حتى نقلل الغش بين الطلاب. أول شيء هاي تختارها صح، ليش؟ لأن إنه ما يجي طالب آخر يمتحن بمكان طالب، يستحيل، لازم عن طريق البريد الإلكتروني تبع الطالب اللي مسجل بالكلاس مالتك. هاي واحدة. اثنين، التقيد برد واحد، اي اريده برد واحد فقط، يعني مو يطب ويطلع ويقدر. التعديل بعد الارسال، لا ما اريد هاي. هاي واحدة. عرض التقديم، عرض التقديمي هنا أنا اظهار شريط التقدم، يعني اقدر انطي مثلا اذا اختارتها انه ايش قد بقال من الامتحان، الوقت ايش قد بقال من الامتحان. هذا اثنين، الترتيب العشوائي للأسئلة، هاي كلش مهمة لازم تختارها. ليش؟ لأن حتى كل شخص تجي له أسئلة تختلف عن الأسئلة الأخرى، يعني السؤال الثاني بدل السؤال الثالث، والسؤال الثالث بدل السؤال الرابع، وهكذا. يعني ما تجي الأسئلة في نفس النموذج، لا. بعد ما يكمل الطالب تقدر أنت تكتب له مثلا لقد أنهيت الامتحان، انتهى. ورا ما يكمل الامتحان بالنهاية يقول له لقد أنهيت الامتحان. بعدها نجي للاختبارات، هنا أنا جعل هذا اختبار أوكي تعيين قيم النقاط. هذا مباشرة بعد كل إرسال، لا هاي لا تختارها نهائيا، أنت اختار هذا. ليش؟ لأن يعني أنت حتى تشوف وتلاحظ الدرجات بيديك مراجعة يدوية، يعني هنا يقصد. زين، الأكس الأسئلة غير الصائبة، الإجابة الصحيحة، لا ما أريد يشوف المجيب مشاهدة الإجابة الصحيحة، قيم النقاط، خلي يشوف النقاط، ماكو مشكلة، وتقول له حفظ. بعد ذلك من كملنا، مجرد أنه ناخذ كوبي هذا ونغير هنا الاسم أيضا بيست. بعد ذلك نشيك نشوف هنا إجمال النقاط 6 نقاط، إذا الامتحان من 6 نقاط فهنا لازم ترجع. ما تغلقت، خليها 6 نقاط، تمام ما عندنا مشكلة. هاي خليها الصفحة ما أغلقها، وراها هنا هذا مربوط هو بهاي، فماكو داعي، تمام ما عندنا مشكلة. المرحلة الثالثة كل الطلاب وكذا وعلى حسب الأصول، وأقول له تعيين، تمام. ظهرت أسئلة امتحان مادة الرياضيات، هذا من ناحية الأستاذ كيف سوى أسئلة الامتحان. أما الطالب، خلنا ندخل مثلا هذا الطالب يدخل على الكلاس روم تبعه، وراح يلاحظ هنا هاي المرحلة الثالثة اكو هنا اشعار موعد التسليم الخميس الساعة 9 الصبح، اسئلة امتحان مادة الرياضيات، شوف ينقر عليها، راح يدخل هنا. شوف هنا اضافة او انشاء ملف او اضافة تصفق، هاي ما ندخل بها. عاد يجي هنا أسئلة باوع امتحان الشهر الأول، امتحان، شوف هذا الطالب هيك يشوف والأستاذ مالته وبيش أنشأ الساعة وعليها 6 نقاط، يدخل هنا ينقر عليها، راح هنا يملي. عاد يملي عنوان البريد الإلكتروني، لازم عنوان البريد الإلكتروني، هذا الطالب مثلا يتحول على الآخر. اسم الرباعي مثلا عمار محمود عبد، الرقم الامتحاني 1000، خلينا نكتب 100 مثلا يحول. بالتالي شوف يطلع له خطأ، لازم يملي صحيح يلا يحول له على سلة.
فلازم يكون أكثر من 1000، لازم يحفظ الرقم مالته الامتحاني أو العفو الرقم الجامعي مثلا هيك، يقول له التالي. لاحظ، تمام، دخل على الأسئلة، اختر الإجابة الصحيحة. 3 زائد 4 مثلا خلينا نقول 7، 35 زائد 1 36، تالي. شوف يحولها، هل الناتج صح أو خطأ؟ هل الناتج 5 زائد 4 يساوي 9 مثلا خلينا نقول خطأ، وقال لا، هاي طبعا احنا خطأين ضايفين هيجي، تالي. حدد الأرقام الصحيحة من خلال الصورة، مثلا اكتب هنا الإجابة الأرقام، مثلا الأرقام المبينة، وعاد يرسلها. من يرسلها، لقد أنهيت الامتحان، تم إرسال وضع تم فتح المهام الدراسية. عاد يفتح المهام مالته ويدخل للكلاس روم وما عنده مشكلة. تحدث مع معلمك، هنا تقدر تضيف له في التعليق خاص أو كذا. هذا من ناحية الامتحان، بعد ما يقدر يدخل نهائيا. شوف، لقد ساهمت بالرد من قبل، ما يقدر، مرة واحدة وانتهى الموضوع. عاد يجي الأستاذ، من يجي الأستاذ عاد يدخل على الواجبات الدراسية، على أسئلة الامتحان، يدخل هنا تم التسليم شقد؟ 1، تمت أينام عندك 39 طالب وهنا بس 1، فعاد تقدر تدخل هنا على الأسئلة. هذا الأستاذ ويدوس تعديل هذا النموذج ويلقي الردود هنا، الرد شقد؟ 1. يشوف عاد من الرد، هاي الردود من هو؟ هذا الشخص. النتيجة 4، وهاي الأجوبة مالته تقدر تباوع عليها. السؤال تقدر تشوف الأسئلة هنا، أنا خطأ، احنا شوف دارينا هذا خطأ، وتقدر تسحب الشيت الخاص بالكامل. الملخص تقدر تسحب الشيت، إنشاء الجدول، إنشاء هذا الشيت الخاص، عنوانه، اسمه، الرقم الجامعي، والأسئلة، الإجابة مالتها والأسئلة بالكامل. هذا بالنسبة إلى الخاص ب الردود، يعني هنا تقدر تشوف تم تسليمها، هذا منه هو الواحد، تنقر عليه راح تشوف انه هذا الشخص اول واحد سلمه، البقية لا. هذا بالنسبة الى الامتحانات الخاصة بالكلاس روم والطلاب ايضا، وتقدر هنا تشوف الدرجات. هذا داد وضع نظام الدرجات، تالي 26 أسئلة مادة امتحانات من 6 درجات، هاي تقدر تشوف الأسئلة الخاصة. شوف هذول الطلاب كلهم تم تسليمهم، هذول بعدهم ما امتحنوا. تحياتي لكم.